خطوات التفاوض الدبلوماسي الأولى في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية تمر من موسكو، فبعد التصعيد العسكري الممثل بحشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا والدعم الغربي للأخيرة لوجستيا، ترسل واشنطن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للتباحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ونائب رئيس إدارة الكرملين حول كيفية التهدئة بما يحقق مطالب الأطراف جميعها. يجب البدء في أقرب وقت بعملية تفاوض موضوعية لتطوير ضمانات قانونية تستبعد تقدم الناتو شرقا ونشر أنظمة أسلحة مهددة في المناطق المجاورة مباشرة لأراضينا. وعدنا مسودتين لاتفاقين دوليين مع الولايات المتحدة بشأن ضمانات لأمن الاتحاد الروسي والدول الأعضاء في منظمة حلف الناتو، وسلمنا كلا الوثيقتين إلى نائبة وزير الخارجية الأمريكية، وأرفقنا ذلك بتعليقات مفصلة توضح جوهر ودوافع هذه المبادرات. أؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة تخفيض الحكومة الروسية للتصعيد. والرئيس بايدن يعتقد أن الحل الوحيد والإيجابي لهذا الوضع من خلال دبلوماسية الولايات المتحدة. الأوساط المحللة تصف توقيت الزيارة بالصائب، وخاصة أن الموقف الروسي يبحث عن حلول تخرجه من طوق العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على أفراد وكيانات روسية ترتبط بشركات فاغنر العسكرية الخاصة وأخرى ترتبط بقطاع الطاقة. أي نحن سنرى كيف ستستجيب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على تلك المقترحات الروسية، ونعمل بأن في نهاية المطاف نحن سنشاهد على الأقل تهدئة في أوكرانيا وتهدئة في نبرة التصريحات الأمريكية ودول أوروبية تجاه روسيا. الحلول السياسية باتت أمرا واقعا، لكن يبقى الرهان على إنجاح بنودها المبعثرة بسبب شروط الكرملين المطالبة بعدم توسع الناتو شرقا من جهة، واتهامات البيت الأبيض وحلفائه لغزو روسي لكييف من جهة أخرى بحسب التصريحات المذكورة. آفاق دبلوماسية تلوح في الأفق الغربية، علها تكون مخرجا لأزمة موسكو وكييف التي وسعت رقعة التوتر في فجوة العلاقات الروسية الأوروبية. مرام حمصي، اليوم، موسكو.